بل حرام المشكله كل فالردتير هذا يا ريت والردتير هو اللي فسدها. لا عارفي هذا كوتش هذا قبل مش كوتش نتاعه هذا سودي تو ذاي بتاعه بلاي ما دزتها توني صايم وربي يعني بي دزتها بني عارفي كان انت صايم هاي الناس كل لك صايم يا رسول الله راك مصباح قاعد تعيط علي مش كان انت حتصبحني على ريقي اذا راني صايم هي باهي نعرف هات مفتاح 12 صباب هات صباب احترم روحك سي احترم روحك مش خاطر نخدم عندك باش تولي تتايح القدر هاني نبه عليك راني لزت ني جات هنا نعاود فيك لزت تو ثلاث سنين كل مره تربي لي كلمه هاو شبيك قلت لك مفتاح 12 صباب ما سمحني قلت لي صباب والله لا ودي نحكي على المفتاح هنا راني عارف النهار ربي عادي على خير اه شد تو هذا مفتاح 12 صباب تو هذا مفتاح 12 صباب قول لي هذا انت مفتاح 10 مفتاح 8 مفتاح 9 يا راني صايب رسول الله تعال هكا بربي تعال هي كان انت صايب حتى انا صايب راهو هات انا صايم مصباح ربي يعلم بيا هي تعيط علي باهي مالك انت الناحي الطبليه نروح الناحي اخويا ارعي البليس وصلي على النبي عارف خليني اول نهار في رمضان بتظل تريح في القدر باهي يا سيدي هات مفتاح 12 صباب وصايب علي من حدي ها سيدي ها مفتاح 12 ها مفتاح 14 ها مفتاح 15 ها مفتاح 16 ها يا سيدي هاي المفاتيح هاي المفاتيح شو الخدمه هذي اش بك تعيط يا ولد هنا صانع ولا انت صانع هنا العارف ولا انت العارف ايه انت عارف سبحان الله زاد لا ثم فلوس لا ثم حد شيء الدنيا كلها بالعه يا رسول الله هاك تخدم ما شاء الله هذه خمس كرهب تحل فيها تو كل اعوذ برب الفلق ما نر هو تخدم معايا انا ولا مع جبار اخرين اقسم بالله اني مستغرب كيفاش العباد تجي تطلع عندك والله بالحق شنو هي؟ والله لا تطلع عندي كان تعرف شكون صالح عندي تو مخي يحبس انت هنا يتسكر جمله تتبوش خلاص على الصباح اشكو المقيم العام القديم بتاع فرنسا كان يجي يصلح عينيه لا كيما اشكو تما عمي فرج بكري كاتير نهار كل يدد ولا الفرجاني اللي يخدم في الديوان هذا ما هم اللي يصلح هذا مش شجعوا عندي انت جيت انت ريتو السيد الرئيس شكو سيد الرئيس قيس سيد اي ال 206 نتاعو هو هاي. حتى حد ما يحل فيها بولونه ولا الا انا وحق محمد وحق محمد يا سيد الرئيس كان جاي يصلح عندك راهو بك العام راهو قصت لك على كوشك